وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الأكاديمي والناشط المدني الدكتور ضياء شهيد العزاوي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية نبدأ معك من واسط والحراك الشعبي فيها، هل لك أن تطلعنا على الحراك في المحافظة ومدى تمسك الثوار بمطالبهم في إقصاء شركاء العملية السياسية من المشهد؟ دكتور ضياء هل تسمعني؟ الله الرحمن. نعم 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 واضح أسمع. نعم تفضل. الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حقيقة جماهير محافظة الواسط واضح أسوة ببقية المحافظات وكذلك العاصمة العراقية بغداد، اتفقوا للخروج بتظاهرة سلمية اعتبارا من 11 الماضي، والحمد لله اتفق جميع الجماهير وظهروا في هذه المظاهرة السلمية، لكن جوبه بقمع شديد من قبل جهات لم تحدد ليومنا هذا، والحكومة أيام تقول إنها جهات طرف ثالث أو تقول جهات مغرضة، حاليا لم يتم تحديدها ضمن اللجان التي شكلت في الحكومية، ولم يتم تحديد الجهة المنفذة والحقيقية للمجازر التي حدثت من 11 ليومنا هذا. وكذلك تم تأجيل هذه التظاهرة في 11 احتراما لقدسية الزيارة الحسينية لزيارة الأربعينية لأبو الأحرار أبا عبد الله، وتم الاتفاق على يوم 25/10 هي بدء المظاهرة بدلا من 11. وفعلا انتفض جماهير محافظة واسط وكذلك محافظات العراق وبغداد أيضا، ومن يومها تم الاتفاق على تسمية الطلبات حقيقة كانت هي تبديد العملية السياسية برمتها، لأنه حقيقة الجماهير العراقية عانوا ما عانوا من الويلات ومن القهر ومن الاستبداد من هذا الحكم الذي سلط علينا من 2003 ليومنا هذا، يعني كما تعرف أن الشعب العراقي كان يعاني في الحكم الذي قبل 2003 من أيضا من الاضطهاد والديكتاتورية، وكنا نأمل خيرا باستبدال هذا الحكم بحكم ديمقراطي كما وعدت به أمريكا، لكن مع الأسف لاحظنا حكم مستبد، فاضطر الشعب العراقي إلى خروج تظاهرات آخرها 25/10 مطالبين بإزالة هذه العملية السياسية. اللجنة المنظمة للتظاهرات دكتور دعت إلى مليونية يوم الجمعة المقبل ضد عمليات القتل والقمع الحكومية ضد الناشطين والمتظاهرين، كيف كانت استجابة المتظاهرين في واسط لهذه الدعوة؟ والله حقيقة هي مو من هذه الدعوة من هذا اليوم كانت فقط أو هذه الدعوة الأولى، لا هي دعوات مستمرة. احنا حقيقة محافظة واسط وكذلك المحافظات الأخرى متفقين أنه دائما عندنا استهجان لهذه العمليات، وبالذات هذه عمليات الاغتيالات وكذلك الاندساس بين المتظاهرين، لأنه يعني مثل ما تعرف حاليا أكو جهات مشبوهة موجودة تدخل ومسلحة طبعا، ومع الأسف أنه الحكومة تقدر تسيطر عليها، لكن احنا نسمع نقول الحكومة تقدر تسيطر عليها، ولا كيف تقنعني أنه كاميرات مرصفة في جميع محافظات العراق تطلع جهة مسلحة من أماكن محددة وتقود سيارات رباعية وتبقى العملية أكثر من ساعة وساعتين وساعات تطول تفتر بالمحافظات تفتر بالشوارع وتنفذ عملياتها وترجع إلى نفس أماكنها، يعني الكاميرات هذه ما تقدر تكمشها، هذا ما نصدق بها احنا كمتظاهرين ما نصدق. لذلك احنا من ذيك الحالة الأولى اللي تمت بعد 25/10 نعم من ضمنها الوثبة وغيرها حقيقة استهجنا كلنا كمتظاهرين استهجنا هذه الحالة وطالبنا أيضا بتدخل أممي. طيب هذه المليونية دكتور هدفها هو لفت أنظار العالم نحو عمليات القتل والقمع الحكومية ضد الناشطين والمتظاهرين، يعني برأيكم ما هو تفسيركم لتزايد عمليات القتل في الآونة الأخيرة ضد الناشطين والمتظاهرين في الثورة؟ نعم والله حقيقة هي واضحة مثل عين الشمس، التظاهرة السلمية هذه كسرت شوكة الأحزاب حقيقة وهزت عروشهم، فحاولوا بكل الطرق أنه يزيلوا هذه التظاهرات، وأنا أشهد لك من محافظة واسط أشهد لك عليها حدثت أكثر من محاولة من جهات حكومية تهدد الخيم بحرقها أو راح تسلكهم قوات مسلحة وراح يبدون يبيدوكم، لكن احنا متواصلنا مع أجهزة الأمن في محافظتنا في قيادة شرطة واسط حقيقة يعني رفضوا هاي الحالة وقالوا هذه الحالة مصير نهائيا، لكن احنا متجينا جهات وتبلغنا تقول أنه جهات الحكومية راح تهدم هذه الخيم، نروح نلقاها موقف، هاي كانت واحدة من المحاولة
المحاولات، بعدها بدأوا يدسون الدسائس بين المتظاهرين، يدسون عناصر مخربة، يحاولون مطاوي أو سكاكين، والحمد لله الأخوة الموجودين بالتظاهرات يدسون هذه الحالة ويلغوها. آخرها وصلت الحالة، طبعاً في المناسبة أكو أيضاً موضوع آخر اللي هو موضوع العصيان المدني. العصيان المدني حقيقة بدأ في محافظة واسط من يوم 28/10، والعصيان كامل. الفضائيات مع الأسف ما جاي تنقل هذا العصيان. العصيان حاليا عندنا شامل فقط الصحة وكذلك أجهزة الخدمية وأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة. طيب، حاليا في هذا مستثنى العصيان. طيب دكتور، في كل يوم تشهد الثورة دخول فئات جديدة على خط الثورة، أنتم كيف ترون دخول الحراك الطلابي وأثره على هذه الثورة؟ والله حقيقة الطالبة تعرف أعدادهم كثيرة بالآلاف من ناحية طالبة الجامعات وكذلك تلاميذ المدرسة، فما شاء الله من يطلعون الصبح يعني يترسون ساحات التظاهر حقيقة، وحاليا بعد ما يخلصوا دوامهم اللي هم التظاهر نعتبر التظاهرة هي دوام، بعد ما يخلصوا دوامهم يروحون لبيوتهم أحيانا، يروح يبدل ملابسه ويغسل ويرجع يخدم في الخيام. حاليا موجودين هسه، لا تروح هسه تجي هسه تحضرون هسه بالخيام تلقوهم قاعدين ما شاء الله ويسوون الشاي ويقدمون للناس الخدمات ويباتون قسم من عنده يسوون على سكن التناول. لكن احنا نرجع نقول هاي العمليه صراحه اللي هو الكثره مع العصيان هزم مضاجع حقيقه، ويحاولون قدر الامكان يفشلوها. فاخر خطوه سووها حاليا هي الاغتيالات، هي التي ربما وعسى انه الناس راح تبدا تخاف وتعوف القيم وترجع، لكن الحمد لله والشكر انه تقدير الهي بدا كل ما يزيد عدد الشهداء كل ما يزيد عدد الحضور للقيم وفي تنافس. يعني انا شباب تقبل الله، انا هسه بدون ما اقسم تقبل الله عندنا شباب يجونا للخيم يبكي على مود الشهاده، يقول الله وقت انه تجيني بها تقتلني واستشهد في سبيل الله. فصار تنافس عندنا على الشهاده تقبل الله. هذا كل ما موجود عندنا في التظاهرات. الاكاديمي والناشط المدني ضياء شهيد العزاوي، كنت معنا عبر الهاتف من واسط، شكرا جزيلا لك.